نرجو على أشغال المؤتمر الأول حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في ثاني نهار من الأشغال. تمت المصادقة على تقرير التنظيم السياسي والتقرير المالي للحزب في انتظار انتخاب أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المكتب السياسي غدوة. بعد افتتاح البارح للمؤتمر الأول بقصر المؤتمرات، انطلقت اليوم بصفة رسمية أشغال المؤتمر الأول لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اللي حمل شعار مؤتمر الوفاء للشهيد شكري بلعيد اللي كان تحت عنوان نواصل النضال انتصار للوطن والشعب، والبداية كانت بانتخاب سمير الرابحي رئيسا للمؤتمر وتقسيم الورشات وتعيين المقررين، كما تمت المصادقة على التقرير التنظيم السياسي ما يعرف بالتقرير الأدبي عند الأحزاب الأخرى، وكذلك المصادقة على التقرير المالي بالإجماع. قمنا بعد ذلك ببداية أشغال المؤتمر بانتخاب المكتب رئاسة المجلس اليوم السبت. بدينا بمناقشة التقريرين، التقرير السياسي، التقرير التنظيمي السياسي اللي هو عادة يسمى التقرير الأدبي، والتقرير المالي، ووقعت المصادقة على التقريرين بإجماع كل المؤتمرين. هذا وينكب المؤتمرين اللي نهز عددهم 450 مناقشة اللوائح اللي أفرزتها 6 لجان وبلغت عددها 18 لائحة، وباش يتناول النقاش الجانب التنظيمي من خلال إشكالية تطوير أداء الحزب وطبيعة المرحلة الراهنة. عدد اللوائح 18، فما بعض اللوائح التي وقع معناها التخلي عنها، ولكن اللوائح عامة هي الخطوط الكبرى لحزبنا موجودة فيها، بتصير بعض التعديلات في علاقة بالجباية، في علاقة بالتشغيل. وبخصوص دور الشباب في المرحلة القادمة وتمثيليته، أكد يوسف ترشون الناطق الرسمي باسم المؤتمر أنه نسبة تمثيلية عنصر الشباب والنساء باش تكون محترمة. تمثيلية الشباب والمرأة باش تكون بكوتا لا يقل عن 30%. هذا باش يتم غدوة انتخاب بصفة مباشرة أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي اللي يتكون من 27 عضو. والجدير بالذكر أنه في سنة 2012 عقد المؤتمر التأسيسي للوطد وين تم توحيد مختلف فصائل الوطنيين الديمقراطيين واختيار قيادة توافقية باش تسير الحزب، وانتخب آنذاك شكري بلعيد أمينا عاما للحزب الجديد. في متابعة لفعاليات الدورة التكوينية الثانية للمدرسة الصيفية اللي احتضنها مدرج المعهد العالي للدراسات السياحية بسيدي ظريف، مثل موضوع الهجرة في تونس وأهم التحديات والصعوبات اللي واجهها المهاجر خارج أرض الوطن، محور اهتمام 50 مشارك في الدورة من خبراء وطلبة ومهنيين توانسة وأجانب، وكان اللقاء فرصة لوضع الخطوط الأولى لاستراتيجية وطنية للهجرة في تونس. نتابعوا أكثر تفاصيل في التقرير هذا. في إطار التدريب وتبادل المعارف حول الهجرة في تونس، نظم صندوق التنمية التابع للمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع عدد من الشركاء على غرار ديوان التونسيين بالخارج والمعهد الوطني للشغل والدراسة الاجتماعية الدورة الثانية للمدرسة الصيفية بمقر المعهد العالي للدراسة السياحية سيدي الظريف. دورة تكوينية شارك فيها 50 شخص من مجالات متنوعة بهدف دعم سياسة وطنية للهجرة. إدراج الهجرة في المخططات التنموية بصفة عامة، المخططات حتى القطاعية، وكانت فرصة باش قدمنا فيها أهداف البرنامج هذا، وكيف يمكن لزملائنا وكيف يمكن لتونس بصفة عامة أن تضع مخططاتها، وضمن المخططات تكون قضية الهجرة مدرجة بصفة مباشرة، وكيف نجعل من الهجرة رافد من روافد التنمية الوطنية الشاملة. من جهتها أكدت رئيسة بعثة المنظمة الدولية لورينا لاندو أن ملف الهجرة يعد ملف حساس، خاصة أن إيطاليا سجلت العديد من حالات الهجرة غير الشرعية من قبل مهاجرين توانسة. L'Italie a annoncé à peu près 272 000 migrants qui sont arrivés donc par les sauvetages en mer, donc qui ont touché les côtes européennes. C'est aussi important à réfléchir à niveau des voies légales de la migration, des opportunités, donc réfléchir à des stratégies de long terme. هذا وقت تتمت فعاليات الدورة الثانية للمدرسة الصيفية حول الهجرة في دورتها الثانية اليوم، وين تم تطرق الملف الحماية والإحاطة الاجتماعية بالمهاجرين. نختم نشرتنا من مدينة تبرقة اللي تعيش على وقع فعاليات مهرجان الجاز الدولي. دورة تأخر انطلاقها العام هذا إلا أنها سجلت مواكبة وحضور جماهيري المحبي الجاز واللي جاوا من مختلف ولايات الجمهورية. كاميرا أخبار نسمة وكبة المهرجان وجابت لنا التقرير هذا. حضور جماهيري كبير من مختلف ولايات الجمهورية عاشت مدينة تبرقة على وقع مهرجان الجاز الدولي واللي انطلق بعرض الفنان المغربي عزيز السهماوي وعرض آخر لفرقة جناوة في أجواء تجمع بين الرقص والغناء. جمهور نقي وزوين، يعني ما شاء الله
وداك الشيء كان تيبان يعني في التجاوب ديالو مع الاغاني ديالتنا والانفعالات مع الايقاعات ديالتنا المغاربيه بصفه عامه. بالنسبه لينا ان تري بون سوفنير، يعني دخل واحد الفرحه واحد البهجه في القلوب ديالتنا. استناه برك 3 ايام، مي عام الجاي قلت ربي 7 ايام، فهمتني؟ وشي رجع كيما اوالو، معناها من 96 ل 2000 و7. ورغم انه الدوره هذه من المهرجان انطلقت على غير العاده في توقيت متاخر بسبب اشكاليه تتعلق بامور تنظيميه وهيكليه، الا انها لقت اعجاب الحاضرين في السهره الاولى. وخساره عملوه مخر برشا، نورمالمون راهو في الصيف، يعني نحن في طنبك الصيف، عملونا في سبتمبر، اما ان شاء الله نتعدى به وان شاء الله كل عام خير من الاخر. وكاهو جيت من سوسه ديما نستناو في المهرجان وقتاش يرجع، وسهريه حلوه برشا. نجيو نعدي اون سمان في تبرقه ونحضروا على الفيستيفال دو جاز دابيتود، قبل دي زاني كانت خارقه يا حسره. ورغم العراقيل اللي شهدها المهرجان في الدوره هذه بعد التاخر عن تعيين الهيئه المديره، الا انه ساهم في احياء مدينه تبرقه لمده 3 ايام وخلق حركيه فيها، وين باش تختتم فعاليات الليله بعروض قيمه ومتنوعه.